خلينا سوا سوا بلش أسعد على الهوى أسعد جاي وعند حكاية على الهوى أسعد جاي وعند حكاية وحكاية أسعد يومية للإذاعة اللبنانية ورح نسمع سوا أسعد على الهوى رح نسمع سوا أسعد على الهوى ورح نسمع سوا سوا أسعد على الهوى. مصريات مصريات يا مصريات بخاطركم بخاطركم يا مصريات عشنا عمر مع بعضنا وهلا رايحين عجيبة واحد غيره مش رح تشوفونا مش رح تشوفوا خلقتي بعد اليوم مش رح تتغنى جبان ايديا الله معكم روحوا يا عمي روحه وأشو بدي أعمي ميت ألف تلحق ميت ألف وألف يركض وروحه وروحه يا خي روحه وهاك بتخلص الرزمة وما بيبقى معي من الرزمة غير المغايطة وين روحوا مصريتا ايه بدكم تعرفوا كيف روحوا كيف وين روحوا ايه طيب حخبركم أخدهم اللي بيعني السيارة شفطهم كلهم على آخر ورقه كنت مخبيهم بالفرشة وكنت نايم مطمم بيلة حدا بيقلك نايم عجوز قص إجا القشوش وقشهم كلهم قشة لفة كيف صار هاك؟ ليش صار هاك؟ أشو بدي أعمل؟ كنت مرة أعيد وصرت أحكي بيني وبين حوله يا أسعود ليش ما بتشتري سيارة؟ شو يعني اللي معهم سيارات أحسن منك؟ والسواقة شغلة هينة بسيطة ما بدها في الهوية بريمير ديزيم أنزيم كاتريام وسحاب يا أسعد أشوفية بسيطة نزلة وكوع وبعده طلاع وبتوصل عحشرة سار وأحلى شاب الدنا حشرة السار طبعا بتصير قاعد بنصها الطريق تتروق بنصها الطريق ويمكن تتغدى كمان معلش شو على قاعد انت بالسياره بالسياره قاعد وين انت قاعد برا لا 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 قاعد بالسياره وبيقول المثل اتغدى وتمدد برجع الكرسي لورا هاك وباخد على الكرسي غفوه وبنام ساعه وساعتين وبتقوم يا حرام مكسر تكسير اشو بدنا نعمل وبعدك بنص الطريق ويمكن تبقى محل ما انت معلش ويمكن تغيب الشمس وتصدر الدنيا لال ايه عتمت وساعتان تلاتة اشو بدك تعمل تتعشى شو على وين بدك تتعشى بالسيارة اللي بعدها بنص الطريق وحشرة سار وما في غير جوين احتار وإلى آخره وبعد ما بتتعشى بتترك السيارة وبتلحق المثل اللي قال اتعشى وتمشى ايه طبعا هلأ كل شا كل شا خبرتكن ياه هو منام ايه صح منيم انا ونيم شفت بحلمة اني انا اشتريت سيارة لانه حضرتها صرت مهووس بقاش بقاش صرت مهووس بالسيارة وصرت كل ما قعدت وحدة اقول باعلى لازم اشتري سيارة معي 5 ملايين عدا ونقدا فقط لا غير 5 ملايين باب اول ما في 1000 مطبوع علي شا كلن واقفين ملمعين مثل ورقة الشدة ولاش بدي ضل مخبي هون عمره ما تكون مصاري يا ولد المهم الراحة سيارة سيارة بدي اشتري سيارة وفجأة وبغتة وصدمة بدون معنى ما لقت إلا زلمة صيق السيارة شحط فريم ونزل قدامها مثل الشوحة الملموحة شباك لباك السيارة بعد إيداك وما نطرني اسأله وقال له سمعتك عم تقول بدك تشتري سيارة قلت له معي 5 ملايين باب أول واقفين ملمعين ما عليهم شحت وما حدا ماضي اسمه عليهم يعني هلأ من البنك جايين 5 ملايين بيندق له النوة قال لي هالسيارة ب6 ملايين بس رح سيرك وبيعك ياها ب5 قلت له اتفقنا إيه بيعني هلأ الآن الآن وليس غدا قال لي أغدا ألقاك بم 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 يا خوف فؤادي من غدي قلت له يا لي شوقي
واحتراقي في انتظار الموعد. يا حبيب قال لي لا بكرة منلتقي هون وبتجيب معك الماسورة منركب سوا ومنروح منسجلها رسميا، وبكرة صباحة رباحة وديكا صياحا مباحا بندفع تاك 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 وبيصير معنا سيارة وفنس يا أسعد فنس، فنس يا أسعد فنس معك السيارة. نسمع أسعد على الهوى بكرة منلتقي سوا، نسمع أسعد على الهوى أسعد جاي وعنده حكاية، أسعد جاي وعنده حكاية وحكاية أسعد يومية بالإذاعة اللبنانية. أسعد على الهوى، أسعد على الهوى قدمه لكم عبد الله حمصي، كتبه للإذاعة جورج يمين، تنفيذ عبد الله شمس الدين، إخراج سمير أبو سعيد. أسعد على الهوى، أسعد على الهوى، أسعد على الهوى.